إسراء نور الجعين بخي تلميذة في السنة الرابعة متوسطة تدرس بمتوسطة الإخوة من الشلالي بمدينة بوسعادة. احتلت إسراء نور اليقين بخي الصدارة على مستوى متوسطات جنوب ولاية المسيلة في شهادة التعليم المتوسطة دورة جوان 2022 والمرتبة الثانية على مستوى متوسطات الولاية بمعدل 19.20. بعد سنة مليئة بالاجتهاد والمثابرة وحفظ القرآن الكريم فقد كان لإسراء المبتغى الذي سطرته خلال مسيرتها الدراسية. تحصلت على شهادة تعليم متوسط بمعدل 19.20 ثانية على مستوى ولاية المسيلة والأولى في على مستوى دائرة بوسعادة. السنة الدراسية هذه عقبت يعني بشكل يعني مدروس، درت خطة إن شاء الله ومشيت لها طوال السنة الدراسية. منذ بداية العام يعني بدأت أراجع دروسي، كل الدروس أعطيت لها حقها والحمد لله رب العالمين، وفقني ربي. كنت يعني نروح للمدرسة ومن بعد كي نرجع للدار نراجع دروسي هذوك اللي درتهم، نحفظ دروس يعني تاع الحفظ ونزيد نراجعهم قبل أن نرقد ونحل التمارين ونطبق التطبيقات. نقرأ في المدرسة القرآنية تاع المسجد أحمد حماني مع زميلاتي ونحفظ القرآن مع بعضنا، ربي وفقنا نكمله إن شاء الله. القرآن يعني إذا صح بشيء يعني بارك فيه، القرآن يعني هو اللي يساعدك باش تقرأ، ويعني بدون القرآن ما نظنش أنا كنا راح ننجحوا بهذه المعدلات. نديروا ورد يعني يوميا، ويعني مثلا نحفظوا 5 آيات كل يوم يعني على الأقل، المهم نحفظوا القرآن كل يوم. هي في الحقيقة متوقعة وكنت نتوقع أكثر منها شوية، بصح هذا اللي كتبه ربي الحمد لله، راضي على نفسي ومجهوداتي والحمد لله رب العالمين اللي وفقني، وإن شاء الله اللي كتبها ربي راها تلحق. لم تكن إسراء نور اليقين من تلميذات الدروس الخصوصية التي باتت دراسة موازية والإقبال عليها كثير وبدعم من الأولياء، فقد كانت العصامية ملازمة للتلميذة إسراء نور اليقين. دروس خصوصية بالنسبة للتلميذ الضعيف ممكن تساعده، يعني إذا كان يشوف روحه ضعيف ممكن يحتاج دروس خصوصية، لكن التلميذ المتوسط والممتاز أنا ننصحه يقرأ وحده ويعتمد على نفسه، لأنه هذه الحياة لازم نعتمد على نفسنا. الحمد لله رب العالمين يعني هو اللي وفقني باش تحصلت على هذا المعدل. ثانيا نشكر عائلتي اللي كانت سندي، يعني يلي ساندتني باش تحصلت على هذا المعدل، ونشكر متوسطة الإخوة بن شلالي وكامل الطاقم الإداري والعمال وخاصة الأساتذة اللي سهروا طيلة 4 سنوات باش يعني باش ندرسوا حنايا وسهروا على تحصيلنا العلمي. لتبقى إسراء نور اليقين بخي أنموذجا يستحق الاهتمام والتشجيع على الخطوات التي خطتها في هذا الطور، أملا أن تبقى بنفس الوتيرة في التعليم الثانوي حتى تفتك تأشيرة المرور إلى الجامعة بمعادل يسمح لها بتحقيق الحلم.